خلي يعطيه من الهواء. طيب هذه النقطة لو لون ثاني أزرق سكين أزرق. يلا أيوة شوفي هون. طبعا هاي الدار انشئت من حوالي 4 سنين. هي الفكره اجت من انه صار في عندنا كثير اطفال ايتام بمدينه ادلب، وكدار داخليه يعني للاطفال ما موجود في مراكز تعليميه ممكن مثلا او كفالات للاطفال الايتام، ولكن كدار داخليه تحتوي الاطفال ايتام الاب والام او مثلا اطفال احد الابوين. فمن هون اجت الفكره انه زياده عدد الاطفال الايتام. حاليا كدار ايتام عندنا تقريبا حوالي 32 طفل موجودين في الدار مقيمين دائما. طبعا طبعا بنقدم لهم رعاية تربية تعليم صحة، يعني كل الأمور اللي بتلزم الطفل موجودة عندنا هون في الدار. طبعا نحن الدار هي قائمة على أهل الخير فقط، يعني كتكاتف مجتمعي بمدينة إدلب. مجلس الإدارة مثلا مكون من 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 أشخاص معروفين بمدينة إدلب، هن اللي قائمين على موضوع استمرارية هاي الدار كمصاريف كأجار كمثلا طعام وشراب للأطفال كسوة إلى آخره. ولكن نحن حابين كمشروع كدار أيتام أنه نوسع هذا المشروع، يعني نأخذ مكان أكبر بحيث نستوعب عدد أكبر من هدول الأطفال الأيتام، بما أنه مدينة إدلب فيها كتير يعني أطفال أيتام، فلازم نحن نرعاهم بطريقة ما. طبعا عندنا الكادر من 4 سنين عم يشتغل بشكل تطوعي، بالإضافة هلأ في عندنا تفكير جديد لموضوع المشردين، يعني الأطفال الأيتام المشردين يلتقوا لو مركز ينحطوا فيهم هدول الأطفال لحتى ما يعني تتطور معهم الأمور ويعني هيك يبعدوا عن الطريق الصحيح، يرجعوا يتعلموا ويرجعوا يلاقوا رعاية. تيدي Yes, new words and